مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بهاي الحلقة الجديدة من برنامج شكايا بكايا شرح يطول. بهاي الحلقة رح أحكي عن شاب هو طارح مشكلته بالثلاثينات ولسه ما متزوج. فهو اللي عم يحكي إنه هو عنده مشكلة باتجاه الستات. هو بيكره الستات، بيكره السيدات كلهم بشكل عام، بحسهم نقائين، مزعجين، دلوعين، أخذين بحالهم مقلب كبير. هذا على كلامه، كل واحدة فينا فكري حالها ملكة ولازم الرجال هو يقعد يخدمها ويلبي طلباتها ومن هالكلام. هلأ هو شو مشكلته؟ إنه هو ما بده يتزوج لأنه بيكره هالستات، لأنه بهاي الصفات المزعجة، وبنفس الوقت هو كرجل إنه عنده احتياجاته وبده يتزوج عشان يلبي هاي الاحتياجات، يعني صريح العبارة بالاحتياجات الجنسية. فاللي عم يسأله إنه هل أتزوج يعني الست وأتحمل كل هالقصص تبعها ومشاكلها علشان هذا الموضوع، أو أضل بدون زواج بس هو إنه برضو عنده احتياجاته الجسدية وبحاجة لإنه يلبيها. طبعا أنا لا ما رح أحكي شو الردود اللي إجته طبعا، إنما خلينا نشوف. أنا شفته طبعا من وجهة نظر الرأيك، أو شو هو هالشخص فعلا، شو في عنده صدمات نفسية حتى هو موصل لهالمرحلة من كره السيدات، ويعني بينظرهم بهالطريقة الدنيا بهالشكل. أولا هي هاي يعني صفة تعتبر جنون عظمي بامتياز، يعني إحنا بنشوفها بالرايك، اللي هي لما الشخص بيعتبر حاله هو أعلى من الآخرين بكتير. هلأ هي جنون العظمة فيها كتير صفات، من بيناتها هو شوفت الحال او التكبر على الاخر، وفي له جانب ثاني اللي هو يعني الانطواء الاجتماعي، يعني الشخص اللي ما بيخالط الناس التانيين لانه معتبر انه الناس التانيين اشرار او مزعجين او مؤذيين، فهو بيبتعد عنهم. فهلا هو هذا معتبر انه المرأة كائن مزعج ومؤذي ومسيء، فلذلك هو ما بيطيق بيكره على المرأة. طبعا انا هون ما راح احكي انه لا ما بصير ولازم تحبها، مو هون الموضوع. الموضوع انه هذا عنده تروما، عنده يعني صدمة كتير كبيرة لحتى موصل بهالوضوح عم يحكي قد ايه هو بيكره المرأة وقد ايه هو بيستصغرها وبينظر لها بهالطريقة هاي. طبعا اكيد هذا الشيء له جذور بالطفولة، يعني اكيد نتعرض لصدمات من جهة الام والاب. يعني خلينا نشوفه بطريقة إنه إما أمه مسيئة لإله بشكل كتير كبير، وعلاقة أمه بأبوه جدا سيئة، ممكن تكون الأم هي المسيطرة، الأم متحكمة، يعني شخصية غير محبوبة بشكل عام، فبالتالي هو أسقط هاي الشخصية على كل النساء وكرهها، وممكن تكون هي متحكمة فيه بشكل كتير كبير. وممكن كمان النساء اللي حواليه يعني بالعائلة أو هيك شيء كمان نفس الشيء، إنه منها يعني بيشوفون بهاي الطريقة، إنه بنقوا بيقروا بيحكوا بس بيضلوا يشتكوا شايفين حالهم. في نقطة تانية ممكن يكون شايف النساء إنهم ضعاف، يعني ممكن يكون شايف النساء يعني متعرضين لتعنيف، متعرضين لإساءة، فهو مستصغر إنه هن شيء ما بيسوى، ما له قيمة، يعني ممكن احنا نحتقرهم، ممكن نتسائلهم يعني. فبالتالي كمان هو غير هذا الموضوع اللي هو النظرة الدونية للمرأة مرتبطة بجنون العظمة، في نظرته كمان للجنس مشوهة، يعني ما عم ينظر للجنس على إن يعني عم ينظره بس على حاجة كحاجة جسدية، مفهوم الجنس يعني خلاص يلبي رغبته وانتهى الموضوع. مع ما يشوف الكائن الثاني اللي معه بهاي العلاقة اللي هو المرأة، إنه هو كمان عنده رغبات وعنده مشاعر وعنده أحاسيس، وضمن هاي العلاقة المفروض تكون المشاعر والأحاسيس من الطرفين والرغبات يعني عم تتلبى من الطرفين. إنما لما هو بشوف يعني معتبر المرأة كأنها هي مجرد أداة بس لتحقيق رغبته أو يعني متعته، وبالأخير هي يعني اختزلها لمجرد جماد أو شغلة يعني يستخدمها وخلاص. فهاي كمان يعني مفهوم الجنس عنده جدا مشوه، هاي كمان تروما، يعني هو كيف تعرف على الجنس، كيف
كيف أعرف المعلومات؟ ممكن يكون هو عنده ممارسات يعني مع نساء خارج نطاق الزواج خلينا نقول، فبالتالي هو بنظر له النظرة الدونية فيها استصغار فيها احتقار. طبعا أكيد في يعني أكيد ترومات تانية موجودة عنده، يعني إذا دققنا أكيد رمز الأم والأب منكسر عنده، يعني لأنه لو كان مثلا علاقة سليمة بين الأم والأب كان هو تعلم فعلا من الأب شو يعني الرجل، كيف الرجل يتعامل صح مع المرأة، كيف تكون العلاقة سليمة بين الزوجين. فأكيد العلاقة جدا مشوهة بين الأم والأب كزوجين حتى هو وصل لهي المرحلة إنه يشوف المرأة بها التشوهات. علاقة والده ووالدته معه هو كمان كابن يعني أكيد فيه مشاكل كتير لحتى موصل لهي المرحلة. طبعا إحنا يعني هيك شخص أكيد يعني النصيحة اللي إحنا بننصح هيك شخص أو أي شخص عنده مشكلة مشابهة يعني إنه يفك هاي الترومات وبتنفك بسهولة بطريقة الرايك، يعني بشغلنا إحنا بالجلسات كثير مشاكل مشابهة أو أعمق من هيك بنحلها، وبيتجاوز الشخص هاي الصدمة وبالتالي بتصير مشاعره متوازنة، نظرته للأمور كتير بتكون مختلفة، وبنفس الوقت بيقدر يفهم شو معنى الحب، شو معنى العلاقة، كيف يتعامل مع المرأة بأريحية بمودة برحمة بسكينة اللي هو هذا الشيء اللي ربنا يعني وصف فيه، وبصير يعني يستمتع بالعلاقة بكل أبعادها، يعني ما بتصفي بس علاقة جسدية وانتهى الموضوع، بتصفي علاقة روحية، علاقة عاطفية، علاقة اجتماعية، يعني من كل النواحي صفوا الاثنين عم يكملوا بعض، عم يتوازنوا مع بعض. فهاي لليوم يعني حلقتنا، يعني حلقات عم بحاول أخليها خفيفة لطيفة يعني قصيرة، وعشان بس أركز على الفكرة بشكل مركز. شكرا لكم للمتابعة، وانتظروني بحلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.